مصعب عليه. تذكرنا بلاعب كبير فريق نادي القطري ويحيوي، تدخل قوي من طرف مصطفى بن علي، لكن هناك مصطفى بن علي طول قامة تساعد كثير. تدخل الدفاع دائما صاحب طول قامة مصطفى بن علي في كل كرة ديالو، ارتقاء جيد لهذا اللاعب. تدخل مرة أخرى ديال مصطفى بن علي، لكن تدخل دائما لمصطفى بن علي، كل تدخلات هذا المدافع اللي أمامكم مصطفى بن علي تدخلات ناجحة لا على مستوى الكرات العالية، لكن تدخل أجمل من طرف مصطفى بن علي. دائما بن علي في المكان المناسب، يرجع كل الكرات، طريقة الارتقاء جيدة، ممتاز.